أخبار اليوم. تحتفل حاليا بعيدها الماسي. اليوم مخصص للأستاذ، اليوم مخصص للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل. لا ننسى للأستاذ هيكل مواقف نقابية كثيرة، منها أزمة القانون 93 لسنة 95 عندما وجه رسالة للجمعية العمومية قال فيها أنها ليست أزمة قانون ولكنها أزمة سلطة شاخت على مقاعدها، وكان لكلماته أثر كبير في أعمال الجمعية العمومية التي ظلت في حالة إقرار مستمر على مدى عام حتى تم إسقاط القانون المشمول. كشخصية مخطئة فرميها نتذكره في الميل الماسي للنقابة الصحفيين. كان المفروض يكون بين الضيوف الأستاذ طلال سلمان رئيس حفل السفير وصاحب جريدة السفير، ومن المقربين الأستاذ هيكل، والحقيقة هو كان بعد موافق على الحضور، ثم فوجئنا في خطاب من يوسفني لكم ان نزل حد اضطراباتي في صدري فقعدتني في البيت تحت رقابه طبيه، وهكذا فسوف اضطر مكرها للاعتذار عن المشاركه في احتفالات الليل الناسي بنقابتكم الرائده، وبالتالي لن استطيع ان اكون معكم في يوم مع هيك. اكرر اعتذاري واسفي وارفق هذه الكلمه التي كنت اعددتها للحديث عن صحفيين قرن استاذنا محمد حسنين هيكل، متمنين لنقابة الصحفيين الصغيرين استمرار النجاح في كلمة المهنة التي نتشرف بالانتماء إليها، ولكم الصحة والقدرة على حماية حسن الحرية وكرامة المهنة. عوضنا الله الأستاذ هيكل بمن يكمل مسيرة الصحافة في كلمة الإنسان العربي وحياته طلال سلمان. أستاذ طلال سلمان مع كلمة بعنوان في تحية الأستاذ. يشرفني أن أكون معكم هنا إلى جانب زملاء الكبار في نقابة الصحفيين في مصر العريقة بتاريخها والتي تعاقب على مواقعها القيادية نخبة من أسئلة الصحافة العربية، أسعدني بجمالي فشرفني بالصداقة مع بعضهم وربطني رفقة القلق مع جميعهم، ويلمني أن أكون هنا للحديث عن أستاذنا صحفي القرن محمد حسنين هيكل وليس معه. وها نحن نلتقي على ذكراك يا معلم أجيال من حملة القلم لخدمة أوطانهم وأمتهم عبر هذه المهنة التي كبرت بك ومعك واكتسبت موقعها المميز في خدمة شعبها وأمتها بالحقيقة. وصدق القول أننا وزملائي ندخل القاهرة اليوم يجللنا الحزن، وقد كنا نصلها مرتبطين بأننا أتونا إليك فيها وإلى بلادنا جميعا فيك، وأنت الصديق الكبير والعارفة كما كان العرب يصفون جامع المعلومات الشاملة عن الناس والأحوال جميعا. وكنا نصلها متباهين أو مذهولين بأننا سنجلس معك فتباشرنا بالأسئلة التي نعرف أنك تعرف أجوبتها، ولكنك إنما تدقق معلوماتك معنا وعبرنا، ثم نباشر طرح الأسئلة التي تقلقنا والتساؤلات التي تفتح الباب للهموم الثقيلة التي تشغل أمتنا في زمن الخيبة وانطفاء هذه الميادين التي عتبت أبواب التغيير وقبيل نزول الفجر الغد الأفضل. بتحتفي بذكرى أستاذنا الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، واحد من الفعاليات المهمة في احتفالية النقابة باليوبيل الماسي بمرور 75 سنة على إنشاء النقابة
بنحتفل اليوم بذكرى الأستاذ حتى يتعلم منه الصحفيون. الأستاذ هيكل بدأ الصحافة عندما كانت كلمة جورنالجي بتعد شتيمة للصحفيين. أنا حياتي الصحفية واعتز بهذا اللقب بعد أن تحولت كلمة جورنالجي إلى رمز للعزة والفخار. رسالته للجمعية العمومية في نقل قادة الصحفيين في أزمة القانون 93 لسنة 95 عن السلطة التي شاخت في مقاعدها، حصوله على أول جائزة تقديرية في تاريخ النقابة، كلها أشياء بتجعل من الاحتفاء بذكرى الأستاذ هيكل في النقابة احتفاء من نوع خاص ورسالة مهمة جدا للأجيال الجديدة التي تريد أن تتعلم من الأستاذ وتسير على طريق الأستاذ.